صباح النور، صباح الخير، صباح الياسمين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. المهم انا حتى كندير الفيديو علاش كيجيني نقاد حوايجي ونقاد هكا. المهم الناس كيقادوا قبل الكاميرا، انا حتى كنحل الكاميرا. نتمنىكم يا ربي تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. البنات اليوم كما قلت لكم، كما قلتوا لي، دنيا خدمي على راسك، كل نهار فيديو. فيا ربي يا ربي تقدرني ان شاء الله ندير لكم نهار فيديو. وقبلوا عليا وكثروا لي من اللايكات بزاف، فرحتوني باش في الفيديو ديال والبارح درت ليا بزاف ديال اللايكات، قريبه 3000 لايك. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، عرفتي هنا كنحس بالفرحه وكنحس بالامتنان ليكم. البنات والله العظيم الا واخا نبغي نوفيكم ولو شويه من داكشي اللي كديروا معايا، راه فاكيد ما غاديش نقدر نوفيكم ولو شويه منكم. المهم البنات، بعدا قبل ما نبدا معكم واحد الموضوع، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو مهم قبل ما نبداو ان شاء الله النهار ديالنا. المهم البنات، الماء باقي ما رجعش وعندي واحد الروينه تاع الماء، ان شاء الله ملي غادي يرجع لنا واحد شويه راه غادي نوصل الماء داك الشيء. قلتوا لي دنيا ما عرفتش، المهم البنات وقيلا كان مشكل في الموبل كامل، الموبل كامل وقيلا كنقطعو عند الماء ولا ما عرفتش. سمحوا لي البنات واحد الاتصال وغنرجع لكم ان شاء الله. انا معايا رجعت لكم دابا. قلت لكم الموبيله صمت لي واحد صاحبتي، بقينا كنهضروا. تخيلوا البنات شي ساعه حنا كنهضروا، والله الا ساعه الهضره متتبعه ديالي. كنبغي نقول ديك ما عندهم لا قناه لا والو، ولات عندي بحال شي اغنيه باش الواحد حيت انا هاد الايام هذه ولات ما عرفتش غتفهموا واش بغيت نقصد لكم. مسكينه حبا فيا هضرات معايا شحال حنا كنهضروا وهذا، فملي كنصور كيصوني شي واحد كلشي كيضيع عليا. فقلت ان شاء الله عندي واحد التليفون عليه كل ابي. المهم البنات بغيت نقول لكم بعدا، راه شريت البارح الماء واليوم الصباح راه باقي ما كاينش الماء. المهم دابا جمعت غير داكشي اللي غادي نشقى فيه بلا ما، بحال دابا الماء ان شاء الله غيبقاو لي هما الاخرين حتى يجي الماء. المهم هذا ما كان البنات هي القريعة الماء اللي كنشرب منها من البارح. بغيت نعرفوا في واحد الموضوع البنات باش غيكون اخر نهضر في هذا الموضوع هذا. كما قلت لكم بغيت نخدم على قناتي ونحاول اني نجمع الفلوس باش نقدر نكري. بغيت نقول لكم البنات، كيقولوا لي الناس علاش باقا باركه في ديك الدار، علاش دايره خرجي من ديك الدار. انا البنات ماشي قلت لكم هاد الدار عجباني، هاد الدار انا كنقولها قدام مالي انت، كنقول هاد الدار هادي ما نبقاش فيها، تشفرت فيها، شفرتني فيها بنتكم ما نبقاش فيها. ولكن البنات وحده شافره ليا تليفوني ياكو، كانت شافرت لي داك النهار معناتي. وواحد القضيه اخرى، الفلوس انا ما بقى عندي دابا والو باش نكري. كنمشي انا وراجلي داك النهار سولنا والقليله القليله ياك 4000 درهم 3000 درهم غير التصبيق، هذه غير لا كرا غالي. فالبنات راه انا ما عنديش درهم، راه ماشي كنقول هادشي اللي ما كنبغيش نوصل هادشي. بقى نقول لكم واحد درهم، يقولك وحده كاينه وحده من بدات تقول لي مع نتوما قالت لكم هذا الوقيله راه بغات الفلوس. فانا بغيت تخلوني انني نخدم وغادي نجمع ان شاء الله واحد البركه باش نهار اللي يوصل الوقت انا نرحل يكون عندي واحد البركه جامعاها. نخرج لا بغيت نكري نكون عندي باش نهضر، ماشي نخرج نبغي نكري وانا ما عنديش درهم. يقول لي مثلا مرحبا تفضلي رانا اختي الفلوس، نقول لي ما عنديش من بعد نجمع، راه غادي يقول لي سير واش كتفلي علينا. كاين الفلوس هاد الوقت البنات، هاد الزمان ديال هاك ورا ما فيها حذاره، عندك الفلوس دخلي تكري، ما عندكش سير الله يعاونك. فهادشي علاش البنات. وكاين اللي ما كتكملش الفيديو، واللي كمل الفيديو باش يكهضرش مع الناس اللي كيبغيوني. كاين الناس اللي واقيلا ما كيحملوش كيدخلوا ويخرجوا بالزربه ويكتبوا تعليق خايب. دخلي تفرجي في الفيديو كامل، فهمي القصه. انا براسي ما كنحكمش على شي قناه حتى كنتفرج الفيديو من ا تزير. كندخل كنتفرج فيديو كامل كنعرف شنو قالت، ماشي مثلا قالت واحد الكلمه في الاول نقول ناري دارت ناري حشومه على لا، نعرفوا ديك الكلمه علاش قالتها، نراجعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ونعرفوا علاش قالت الكلمه. وتما الا بغينا نحكموا عليها ونكتبوا شي تعليق اللي هو خايب، بعدا غادي تكون جات معنا اننا عرفنا علاش كتبات، عرفنا علاش فهمت شنو بغيت نوصل، عرفنا علاش دارت داك التعليق. فالله يهديكم البنات. انا راه غنخدم على قناتي ان شاء الله، انا بغيت نوصل. معليش نقول لكم حلمي ندير الدار، لان اختكم في هذا الوقت راه انا ما كندعم البنات حتى شي حاجه بفلوس حتى شي حاجه. انا قناتي كنتسنى منها هي واحد المبلغ ناخذه، مر شهر كناخذ شهر ما كناخذش، راه كلشي باين للناس، راه الناس ماشي ماشي مسطره، عارفين شكون اللي كيتخلص بزاف شكون اللي كيتخلص بزاف. فملي كتكون المشاهده طايحه راه ما كتخلصش بزاف. المشاهده كانت طالعه كون كنت نمو بلات مشاهده شحال هادي طالعه وبقات طالعه كون شريت الدار دابا. ولكن البنات المشاهده عندي انا ميته، الفلوس الدولار عندي ما كيدخلش ليا بزاف. المهم غاديش نكتب عليكم البنات، بغيت غير نهضر معكم في هذا الموضوع هذا. راه قلت لكم البنات انا وعدوا بالله ما قلت انا راه شنو نقول لكم، ماشي بعدا بغيت نوريكم واحد الوراق فينا هما، ماشي نشوف فين هما. البنات راه ماشي باركه وعجباني وعجبني الحال، انا راه باركه وكنجري على حقي. انا قلت لكم مابقاش كيهمني التليفون، التليفون مابقاش كيهمني كثر قد ما كيهمني انني تشمت، انني خرجت من الدار ودخلت وحده لداري شفرتني. كنتلاقى مع الفتره كيقول لي ايوا باش عرفتيها هي،
هادو اللي كيسولني هاد الاسئله هادي كنقول واش معاها، واش متفقين معاها، واش ما فهمتش. لان ملي تقولي واش عرفتها هي، كتخيلي مثلا انا اعوذ بالله من قوله، انا مثلا شفرت شي واحد وواحد من عائلتي اعترف بيا، باش شنو مازال غادي تقول؟ ناس برا كيقولوا لي هي اللي خداتنا حنايا، كنا حنا كاينين في ديك الخربه اللي حنتي كاريه فيها، حنا كنا ساكنين في ديك الدار. الله يهديكم البنات، هادشي تلقى راه صعيب. وحده قالت لي جيبي لي الملف، موراها كاع مسحات التعليق. انا راه ما عنديش مشكل، دابا نمشي نطلب نسخه يعطيوها لي نجيبها لك. العيب والعار خصك غير تعاونيني بصح، تكوني واقف جنبي وتطلعي معايا وتهودي معايا في المحكمه. بتوريكم البنات واحد الوراق جبتهم البارح، ان شاء الله غادي نطلعهم. هما هادو غادي نوريكم البارح، وغناكد لكم بان راه كاين الوراق. ها انتم راه شادينو بهذا المسمار، هذا فيهم فوتوكوبي كارت ديالي، فيهم الوراق، فيهم بزاف ديال الهضره. ها انتم فيهم، ما بغيتش نوريكم حيت هادشي راه مشاكل. هادشي غادي نوريكم فقط، صبروا. ها انتم هذا اش كيقولوا ليه، التندر. ما كاينش شي حاجه ماشي قانونيه، كلشي قانوني الحمد لله. وملي غنكون كنمونطي غنراجع على تبان شي حاجه، لان هادشي قال لي ما تبان فيه حتى شي حاجه، كلشي يبقى سري. وفي هذا الوقت الحمد لله راه كاين القانون في البلاد، واللي دار شي حاجه وظلم شي واحد فاكيد راه ما غاديش يبقى بارك. راه قد ظهر الانسان راه واحد الوقت غادي يتلقى ويتلقى، فهمتوا؟ انا كنهضر على راسي، انا درت شي حاجه خايبه لشي واحد فاكيد غادي نتعاقب، سواء انا سواء اي واحد. فهاد الوقت الحمد لله هاد البلاد ديال العداله والقانون، ما كاينش شي واحد يدير شي حاجه ويمشي يبقى بخير ما يتشد له والو. وما بلات ما غاديش نطلع عليكم، غنمشي نكمل نشوف واش رجع الماء، نمشي نحيد روبي نشوف واش رجع الماء، حيت قال لي غير رجع اليوم في الصباح. ديروا لايكات البنات، انا غنضر نشرب الماء بحال ما عرفت فيا السكر، نضر نشرب الماء. البنات ديروا لايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، وان شاء الله البنات الفيديوهات الجايين ان شاء الله غنخدم بزاف، غنحط فيديوهات كل نهار باش ان شاء الله تعجني واحد الخصله اللي هي لا باس بها، باش نقدر نصرف منها وشحال من حاجه ونطرف منها البنات الكرا وداك الشيء اللي غادي. دابا ما كنخلصش الكرا حاليا، فمن هنا ان شاء الله نبدا نجمع داك الشيء اللي مولف كنعطيه في الكرا والظلمه، غادي نحطه في واحد الصندوقه، وان شاء الله ملي نكونوا خارجين بحال هكا غادي نلقى واحد المبلغ اللي نقدر ندفعو لشي منظر بحال هكا. فالمهم البنات بقاو معايا، فرقعوا لي اللايكات بزاف وبارطاجيو فضلا وليس امرا. كما كنقول لكم البنات هاد القطره هي الخدمه ديالي حاليا، تعاونوا معايا. انا كنقولها العيب والعار هي نفقكم، راه انا نقول لكم واحد القضيه، انا كنسعاكمش البنات، راه كون شفتوا السعي ديال بصح راه كاين اللي كيسعى في اليوتيوب بغير المباشر، كاين اللي كيعرف القواعد ديال السعي. انا البنات والله ما كنسعى، نقدر نقول لكم انني كنبقى نهضر، كنبقى نعاود كلشي، كنبقى صافي حتى كاين بعض الناس اللي ما كيفهمونيش كيصحابوني، انا راه كنعاود كلشي. وقعت لي هادي، دارت لي هادي، انا ما كنكونش ناويه شي حاجه. البنات ما نكثرش عليكم، لايكات تعاليق، وبقاو معايا ان شاء الله في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. كيما جا البنات قبلوا عليه، الله يجازيكم بخير. هاد الايام هذا خصكم دنيا الخاطر، راه والو، راه كنجري من المحاكم، كنجري في الكوميساريات، شحال من حاجه. الله يجازيكم بالخير اللي درتها، تفرجوا ليا فيها ان شاء الله يرجع الخاطر وترجع ديك الضحكه. فاكيد البنات غادي نرجع لفيديوهاتي، نرجع نصور لكم هكا جوالات، شحال من حاجه ان شاء الله غادي نديرها. دابا راه والله وجه البنات الا غاسله، غير الوجه اللي غاسله ما داير لا ما كاين حتى شي حاجه. اختكم شوفوا ناشفه، ناشفه في بيض فقر الدم، صافي رجع لي انا وبنتي. المهم البنات بقاو معايا ان شاء الله، حنا نكملوا ان شاء الله الفيديو. صافي البنات، هنا المهم بغيت نقول لكم بان فرشنا هنايا، ولينا كنلاقيو سداري مع سداري. البارحه البنات صراحه كنت بغيت ناويه نخرج السداده ونخرج كلشي، قلت في عقلي دنيا اجي غسلي وداك الشيء، غسلي السداده، غسلي الطلامات، غسلي المخاد وداك الشيء يبقى نقي. كما قلت لكم البنات راكم عارفين، بغيت نحيد حوايجي كلهم يكونوا نقيين باش نكون مرتاحه. فالمهم البنات ملي خرجت كلشي وداك الشيء جيت باش نشعل الماء، لقيت الماء مقطوع فما كتبش الله. المهم البنات البارح نعسنا بحال هكا، انا وبنتي لقيت سداري مع سداري صافي، وانا نعس انا واسراء. الصراحه سخنا اول مره من نهار سكنت في هاد الدار، اول مره في حياتي كنسخن مرتاحه، وزعما نعسنا بخير. والارض البنات ما تخافوش، الارض راه نقيه البنات. كما شفتوا جمعت البارح نعس انا واسراء هنايا، درنا هاد جوج بحال هكا ونعسنا عليهم. ودابا البنات حيتها الطلميط هذا، قلت باش ان شاء الله المهم نصبنو صافي. باش اسراء نعسه فوق هاد الزربيه، غضحكوا الا وريتها لكم بلا ما نوريها لكم، نعسه فوق واحد الزربيه هاد الخيط ديال الضو صافي. البنات بقات لي ان شاء الله ندوز واحد شي طيبه بالزربه هنايا للبيت صافي. هادشي اللي كاين، والمخد قبلوا عليا البنات، راه انا نوريكم ديت كلشي جمعته، كلشي جا معاها البنات هنا. ها انتم شوفوا ما شديوش على هاد البيت، راه ولا بحال بيت الخزين، راه جا معاه فيه حوايج، جا معاه فيه كلشي داكشي اللي زوين.
المهم هذا مكان، ها نتوما كما كتشوفوا، ها نتوما جمع فيه كلشي، البنت الحوايج راه طويتهم. شوفوا كاع عاوتاني اسراء اللي بغات تجيب الحوايج اللي دارت ليا. المهم ان شاء الله تنجيب كارطونات كما قلت لكم، باقي وسط عليهم واحد الراجل باقي ما جابهمش ليا. هاد البيت البنات راه ان شاء الله راجلي غيجيب واحد القفل باغي نديرو ليه، بحال هكا بغينا نخرجو راه غنسدو مثلا، اكيد الفراش راه غادي نرجعوه لبلاصتو اللي بقاو فين نبركو، وراه بغينا نخرجو مثلا غنسدو الباب، فهمتو؟ سدو بحال هكدا، هذا شموراه نسدو له بالاخر. صافي هادشي اللي كاين البنات. صافي ما المهم هذا ما كاين. صافي البنات هنا ان شاء الله جيت باش نجمع هاد البيت هذا اللي جمع فيه الحوايج وكلشي، ماشي غنجمعو غير غادي نطرف، باغا نصبنا البنات المخاد، الغشاوات ديال المخاد باغا نصبنهم. المهم هادشي اللي باغا ندير ان شاء الله، باغا نصبن المخاد وباغا المهم البنات الحوايج راه كيما قلت لكم في الاول، قلت لكم موصي واحد راجع الكارطونات يجيبهم ليا، فباقي ما جابهمش ليا. قلت ليا السك انا البنات صراحه ما عاد حيت خاصني بزاف غادي يجوني قاسحين، وهذا السيد هذا مسكين قال لي نعطيهمك في سبيل الله، قال لي نعطيك الكارطونات وداك الشيء باش ديري فيهم حويجاتك فابور، وباش نشري السكن هاد حاليا. حاليا البنات باقي ما المهم البنات كيما قلت لكم دابا انا راه كنشقى غير داك الشيء الناشف، كنشقى على ما يرجع الماء، كندور هكا بالحاله، درت بحال هكا بالبيت، طرفتو اللي تصبنا البنات درتها في الشبكه الصابون اللي تجمع جمعتها، فغيبقاو لي البنات غير المعنات ان شاء الله والطبله باش نغسلها، ولكن تيرجع لي ان شاء الله الماء. المهم هنا كنحاول كنبريباري، فهمت البنات؟ كان مثلا هاد المخاد غيتصبنو، هاد الطلانط غيتصبنو، هاد الشيء هذا غيتحيد. المهم انا كنحاول المخدات كما كما شفتو البنات هما محطوطين هنا، درت وحده فوق وحده، المزاوت هما واخا صراحه كنلاحظ بان بزاف كيقول لك ما خصهمش يتصبنوا دائما حيت كيخسروا، ولكن البنات صراحه انا ملي كنوض للشقه راه ما كيبقى يبان ليا لا غيخسر لا كنقول اللي بغات تخسر تخسر، المهم تكون نقيه، هذه هي اهم حاجه عندي البنات. فانا ما كنصبنش طلانطه البنات دائما، انا المهم صراحه شي ربعات المرات باش نصبرهم دابا من النهار اللي صراحه انا باقي ما رجعش الماء من بعد ما جمعت شويه الروبينه وداك الشيء، خرجت هكا جبت واحد جبت خبيزات وجبت حليب هكا باش نفطر اسراء، ونفطرت حتى انايا واخا راه فطرنا معطلين اليوم، ولكن قلت ماشي مشكله البنات ما كاينش الماء هكا، بغيت نعمر اتاي الماء ديال سيدي علي الصراحه ما كيعجبنيش نعمر بها اتاي ما عرفت علاش ما كيعجبنيش. صافي قلنا اخيرا انا البنات رجع الماء، عرفتي اش غنقول لكم بعد انا بعد راه الدار بلا ما راه كيف والو صراحه، والمشكله البنات ما كيعلموا ما كيقولوا راه مثلا نقطعوا الماء حيت راه بحال هكا اللي عنده الدراري الصغار، وهذا راه المشكله، راه الماء شيء مهم في الحياه وشي حاجه اللي هي ضروريه، فماشي مشكله البنات ما عندي ما ندير. صافي البنات انا من بعد ما رجع الماء والله العظيم البنات انا مجموعين الماء ديال البارح ديال الغدا ديال البارح، ومجموعين ليا ديال العشاء ديال البارح، ومجموعين ليا ديال اليوم فين شربنا الحليب وفين كلينا وفين هذا، المهم بزاف ديال الحوايج البنات مجموعين ليا هنايا ان شاء الله بقاو معايا غندوز البنات هاد المعينات كاملين وانتم معايا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. وبغيت نقول لكم البنات وحتى الدراري ان لاحظت بان كيتبعوني خواتاتي وكيتبعوني حتى غير هي واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم، واقيلا غنبدا نبكي وغنتقلق منكم ملي كندخل البنات الاحصائيات، وحتى خوتي الدراري ملي كندخل الاحصائيات ديال القناه ديالي مره مره كندخل نلقى بان النص في المتتبعين ديالي اللي كيتبعوني ما دايرينش ليا ابوني، سواء نساء سواء اخ سواء رجال، المهم اللي متبعيني البنات وخوتي بحال هكا ما دايرينش لي ابوني، لان كيعطيوك شحال من واحد متبعك، واش من المغرب او لا من خارج المغرب واش من هذا، فكنلقى بان راه النص متبعني وما دايرش ابوني، وقليل اللي كيتبعني ودير ابوني، فاشنو غتخسروا البنات كون درتوا ابوني كون شحال ديك كملت 100000، راه ما بقى خاصني والو على 100000. نتمنى ان شاء الله انكم تكثروا من اللايكات ديالكم، لي كومونتير، وتبارطاجيو القناه فضلا وليس امرا، اللي باغي يخطو دنيا تزيد القدام ان شاء الله ويا ربي باش نحيد من هاد الدار البنات في اسرع وقت. ومهم نحاول اني نجمع شويه باش مين بغي نكري نلقى باش نكري، راكم عارفين كما قلت لكم انا درت اليوتيوب خدمه، فنتمنى انكم تساعدوا معايا، وراه ما فيها باس البنات البنات كيدخلوا اليوتيوب كيدخلوا كيديروا كونيكسيو كيديروها، تعاونوا مع اختكم دنيا بارطاجيوني مع الاصدقاء ديالكم مع خواتاتكم مع ميماتكم، فراه الحمد لله قناه البنات نقيه ما كنديرش فيها شي حاجه اللي غادي نحشم باش نقول لكم بارطاجيوها. الحمد لله بزاف يقول احنا مابونين من قنوات رجالاتنا مابونين البنات من قنوات الاباء ديالنا، فكتفرحوني بزاف ملي كتكتبوا لي التعاليق هادو. المهم البنات هنا جيت باش نغسل هاد الطبله هادي، حتى هي قلت لكم حالتها واخا كنمسحها هكا بالشيفونه، ولكن البنات صراحه ملي كتقطع الماء في الدار كتبان عليه اي حاجه كتبان عليك، فصافي البنات دابا غسلت هاد الطبله حتى هي مسحتها، فركتها بتيت وجافيل ودرت لها هكا بحال هكا شيفونه مسحتها مزيان غير باش تبقى نقيه الماكله. صافي هذا مكان البنات ممكن ما شفتو هنايا، راه بغيت نصب الطلامط ونصب المخاد وكلشي داكشي كما كتشوفوا. غنقول لكم البنات واحد اوني ماشي اوني
ديال الحوايج، كنت البنات خديت قبل ما يتشفر ليا التليفون من الدار، عرفتي شحال هادي، وكنت شريتو، كنت ناويه نشاركو معاكم في شي فيديو هكا من اليوميات ديالي اللي كنديرو داك الشيء. ايوا تجد ديك الكارثه العظمى الله يديتها. المهم البنات صراحه صبنت غير هاد الشبكه هادي وغنصورها كي دور الماكينه وداك الشيء، ولكن البنات راه الشتا كتصب تبارك الله ما شاء الله، وهاد البلاصه اللي فيها البنات اللي فيها العود راه ما كتسردش، فالحمد لله كنا محتاجين لهاد الشيء، وهادي الصراحه نقينا القلوب ديالنا ونرتاحوا شويه من هاد الحقد وهاد الشيء اللي واقع في الدنيا، راه شي حوايج واقعين في الدنيا راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله البنات الا فرحت فرحت ملي طاحت الشتا، فرحت بزاف وقلبي تفاجأ. فكنقول لكم البنات شكرا بزاف لكم على الدعم ديالكم وعلى الكلام الزوين اللي كتقولوا في حقي، والله الا فرحت بزاف ديال الناس تلاقاو معايا وكيقول لي راه بارطاجات لينا هادي وهادي، فكنقول لكم شكرا بزاف. ما تنساوليش من اللايك ديالكم لي كومونتير ديالكم اكيد لبغيتو نزيد القدام، فنتمنوا ان شاء الله انكم تزيدوا تدعموني وتشجعوني وتدعموني حتى في القرار اللي خديته البنات. ان شاء الله البنات راه نتوما اكيد ما غتبغوش ليا الدار وما غتبغونيش نضيع في رزقي اللي مشى ليا، فهادشي علاش قلت لكم غادي نبرك حتى ناخذ حقي ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جاي. بالسلامه عليكم يا احلى واغلى متتبعين.